تذمر عدد من قادة المركبات المارين من الطريق الموازي للخط السريع في كوبري فلسطين باتجاه الشمال من الوقوف لساعتين بسبب بدء تطبيق قرار منع مرور الشاحنات من الطريق السريع حتى ينقضي وقت الذروة، الأمر الذي أحدث تكدسا هائلا لسائقي المركبات الصغيرة ومنعهم من الوصول إلى منازلهم. وقال مواطنون أن القرار افتقر في أول يوم تطبيق له للتنسيق واختفاء دوريات المرور، حيث اهتموا بتسيير الحركة على طريق الحرمين وأغفلوا مداخل الأحياء والطريق الموازي مما أعاق تحركاتهم.